اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا الاعزاء كيف حالكم ان شاء الله دان بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج جديد للغه الانجليزيه الصف السادس ابتدائي مراجعه موضوعنا هو اصلا مراجعه الشرح وحل كتاب الكراسه نشاط قصص راح ناخذ قصتين يجب على التلميذ تعلم معرفه كيفيه استخدام محفوظ كلمات درس قراءه املاء ومعنى علق بتم اذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك لنا اسم قناتنا على اليوتيوب صفحتنا على الفيسبوك انجلش وذ وائل الانجليزيه مع وائل سبسكرايب اشترك الان يرجع مراجعه فيديو الدروس السابقه قامة التشغيل الخاصة بكم خلصنا بها يونت 1 يونت 2 يونت 3 يونت 4 خلصنا انجليزي القامة مالت التشغيل اسمها انجليزي سادس ابتدائي الجديد الصفحات اللي راح ناخذها مال الدرس مال اليوم اللي هو يونت 4 lessons 3 اند 4 revision لان هنا مراجعة فراح ناخذ لسنين كل لسن هو صفحة واحدة فالصفحات مالتهن مال lesson 3 هي 54 و lesson 4 اللي هي 55 من الكراسة pages 54 and 55 of the activity book شكرا لله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبه وتعليقاتكم الحلوه شاركوا الفيديو لكي تعمل فائده ويستفيد الجميع زكاه العلم نشره والدال على الخير كفاعله اليوم عندنا قصه مع الولد المريض وقصه الجد والانترنت ان شاء الله تستمتعون استفادون بها علق بخمس ملصقات خمس تعليقات او اكثر لدعم الفيديو المنشور ضمان متابعتك لنا نبدا بسم الله اكتيفيتي اي اكسرسايز اي التمرين اي يقول لك read a boy's story اقرا قصه الولد هاي اس التملك بين الاسم والاسم الاخر بين اسماء اثنين فصير اس تملك اقرا قصه الولد هذا الولد راح نقرا القصه مالته المفروض انت وتقرا لازم شو تسوي اكو كلمات خطا حاول تكتشفن ورا ما تكتشفن اذا ما اكتشفتن انا راح اعطيك اياهن يعني فانت قصدي وقف الفيديو حاول و حاول يعني تقراها مرة مرتين تكتشف الخطأ بها وراها أرجع تفرج وياي الفيديو شوف الأخطاء اللي راح أستخرجها مثل هاي كلمة مول خطأ الطالب ما راح يروح ل... ما كان رايح للمول كان رايح للمدرسة للسكول هسه راح نشوف فهنا اكو ثمان أخطاء المفروض تكتشفهن وراها تصححهن كلمة مول يعني تستبدلها بكلمة سكول اللي هي مدرسة وهكذا راح نلقى ثمان اخطاء نبدلهن بثمان كلمات بعدها المفروض تستمع للتسجيل حتى هو اصلا قبلها لازم تستمع للتسجيل حتى تشوف يعني ورا ما تكمل الحل تستمع للتسجيل حتى يعني شلون تراجع اجوبتك انه هي صح لو خطا هسه راح نبدي يقول لك I went to mall yesterday أنا ذهبت إلى المول البارحة كلمة مول خطأ راح تصير سكول أنا ذهبت إلى المدرسة البارحة وينت الماضي مع الجو فعل شاذ يتغير شكل الفعل ما نحط له ايدي يتغير الجو الجي والاو تصير وينت تتغير تصير اربع حروف اي وينت تو سكول راح تصير سكول هسه بنهايه الصفحه هي هاي الصفحه 54 بنهايتها ساي نصها قطعة ونصها الأخ الكلمات الخطأ والتصحيح فخلي بالك إنه هاي راح تصير سكول اشوفك شلون أكتبها بنهاية التمرين يسترداي البارحة نستخدمها الظرف زمان يدلنا على الماضي البسيط يقولك لك but I didn't feel well لكن أنا لم أكن أشعر بخير البارحة هو راح المدرسة وما كان يشعر بخير قلنا مو الخطأ سكول الصح السطر الثاني دا يبدي حرف كبير طبعا هي اصلا حرف الاي وين ما يكون شوف بداية جملة وسط جملة بالنهاية كله دائما يكون حرف كبير الاي ضمير اي المتكلم بس الضمير ذا بوحدة من يكون بوسط كلمة اصلا راح يصير حرف عادي فما يبقى سمول عادي لان اكو طلاب باخذها قاعدة كل ما يشوف اي وين ما يلقاها يسويها كابتل مو هيجي عادي قلنا اذا هو ضمير بوحده واقف بوحده هو يمثل كلمه فده يصير كابيتال خلينا نكمل طبعا ورا didn't هاي نفي فوراها الفعل يكون مجرد هي did not اختصارها didn't نستخدمها للنفي بالماضي البسيط راح اشرح لكم الماضي البسيط يعني ان شاء الله اللي بعدها يقول لك I had a headache and a sore ear أنا كان لدي الهاد ماضي مال هاف كان لدي صداع وجع براسي دوخة والتهاب الأذن هي خطأ سور ثروت اللي هو التهاب البلعوم الحنجرة I felt hot أنا شعرت بحرارة عالية hot العكس ما بارد hot حار ساخن عكسه cold بارد الفلت الماضي مال فيل هذا من افعال الشيء هذا فعله الماضي يتحول الى felt يتغير شكله هنا أنا طبعا الديدنت هي الماضي ما دو do وما الـ does الهاد الماضي ما هاف have وما has اكتب لكم ان شاء الله من اشرح الماضي البسيط اكتب لكم ذني كلهن بس هسه هيك ملاحظات، نمشي بهن ترى يعتبر هذا مراجعة المفروض يعني انتو اصلا ما اخذيه بس من راح نصل ان شاء الله يونت 5 بعد راح يتركز اكثر الشرح عليها وراح اوضح لكم اياها يقول لك ماي تيتشا سيد معلمتي هنا أنا ماذا يقول معلمي شلون عرفنا إنه دا يذكر هاي مرية معلمة مؤنثة لان وراها راح يقوم يقول عليها شي فيعني على اعتبار هاي معلمة طبعا هي تيتشا المعلم او معلمة ترهم للمذكر والمؤنث بس هنا أنا شلون راح نكتشف انه هي هاي مؤنثة ومعلمة مو معلم من وراء شي يعوض عن المؤنث طبعا بداية الجملة في بداية حرف كبير الام كبير قال ماي teacher معلمتي سيد قالت الماضي ما سي سي هنا أنا اكو واي كانت صارت اي دي هم من افعل شي هذا ماي teacher سيد ذات اي هاد ا بروكن arm <applause> يقولك معلمتي قالت بانه انا لدي a بروكن ارم خطأ مو ذراع مكسورة هي قالت لما شافت درجه الحراره ارتفعت هود فقالت له temperature temperature اللي هي حمى قالت له صار عندك حمى ارتفاع بدرجه الحراره شي سيد طبعا قلنا عوض عنها المؤنثه فقال عليها الشيء ما يحتاج بعد يقول ماي تيشر قام يقول رأساً شي شي سيد هي قالت ذات بانه اي شود انا من انا من الافضل لي شنو نصحتني شنو نصحتني go shopping اذهب للتسوق خطا التسوق خطا راح يصير go home الذهاب للبيت هي نصحته بانه يروح للبيت فش سوت she called my mom هي اتصلت بامي called هذا من الافعال القياسيه الكول يتصل بس اضيف لأيدي لأ صار معضي called اتصلت اتصلت بامي on her smartphone بهاتفها الذكي الهاتف الخلوي النقال على الموبايل مالتها يعني الهر صفة تملك للمؤنثة ضمير الفاعل للمؤنثة شي والهر صفة تملك هذا يجي بالبداية في الجملة وراه فعل هذا يجي بعد اسم يقول لك ماي مام نقطة طبعا بداية جملة فبدأ حرف كبير ماي مام كيم تو سكول and we drove home in the car. يقول لك my mom أمي came جاءت الماضي مال كم بالأو هذا من أفعال الشاذة هو أكو أفعال شاذة عندكم لازم تنحفظ أكو أفعال سهلة أنه مثلا بس تجيب الفعل تنقله وتحط له إيدي مثل كول call called play played ذني الأفعال السهلات بس هنا أنا هو أكو أفعال تنذكر شاذة حاول تحفظهن تحفظ إملاءهن ومعناهن وشون دا يتغيرن بالماضي احتمال يجنك يجيك يقول بالإضافة مال الإملاء يقول لك الكول يعني مثلا الـ call صارت كولد ضفت لها إيدي التغيير صار ضفت لها إيدي يعني تحول فعل ماضي الكام بالأو oh شو صير بالماضي يعطيك فراغ فتكتبها لازم كيم أو الهاف شو صير بالماضي صير هاد أو الفيل شو صير بالماضي صير فيلت العام بأسئلة المتميزين جابوا لهم الهاد رجعة للمضارع للمجرد مات الهاد رجعة للهاف وهو أفعال جابوهم بشكل الماضي ورجعناه للمضارع للمجرد مات فالأفضل تحاول تحفظ إن إذا يعني تريد تقدم متميزين ومن هاي الأمور وتسريع وموهوبين فذني كلهم تحتاجهم واذا تطالب بس تريد تنجح لا تقدر تستغني عنهن اللي بعدها يقول لك my mom came to school امي جاءت الى المدرسة and we drove home ونحن قدنا السيارة عدنا للبيت عدنا للبيت شون بالسيارة in the car طبعا drove هم أفعال فعل الشاذة هو drive المضارع مالته اي هنا أنا. درايف بالاي المضارع مالته يعني نحن قدنا للبيت ذهبنا للبيت بقياده السياره بركوب السياره البعض هيقولك لك وين وي جوت هوم عندما نحن وصلنا للبيت المنزل ماي مام امي قالت ذات اي شود نصحتني بانه اني الافضل الي جو تو ورك اذهب إلى العمل خطأ العمل خطأ هي go to bed نصحتها يروح ينام bed فراش she made me a hot pizza هي صنعت لي الميد ماضي مال make الجوت الماضي مال get ذن كلها أفعال شاذات هي سوت لي صنعت لي شنو بيتزا أه, ساخنة حارة خطأ هي راح تصير هوت درينك شراب ساخن هوت أه, درينك with lemon مع الليمون شراب ساخن ويا ليمون uh, honey عسل and ginger root وجذور uh, الزنجبيل سويت يعني شراب ساخن ليمون وعسل وزنجبيل uh, she gave هذا همشي هذا هو give المضارع اي she gave me a card for my headache. هي اعطتني اعطتني جزر من اجل الصداع لعلاج الصداع براسي هي خطأ مو كرت مو جزر طته تابلت اللي هو حبوب يعني دواء and a box of tissues وعلبة وعلبة كلينكس مناديل ورقي يعني بيكوز بسبب اي واز انا كنت اعطس. الواز الماضي مال از وماضي مال ام هم نفعل هذا انا كنت اعطس I feel much bigger today انا اشعر اكبر اليوم اكبر خطا انا اشعر better better افضل انا اشعر افضل اليوم اوكي هسه هنا خلصت هسه الاخطاء اللي اكتشفناها من احنا بدنا نقرا راح نكتب الخطا هنا أنا. بهاي الليست يقول لك اكسرسايز بي يقول لك رايت ذا رونج ووردز الدبليو ماينقري لان جت تي ار wrong ما سامعينها هذا طالع بالرونج بالرونج سايد بالرون هاي احنا ماخذينها ما متعلمينها تعلمي نستخدمها اصلا احنا بحياتنا اليوميه من مثلا ابو السياره يمشي عكس السياره ايش يقولون ده يمشي بالرون هي هاي الرونج اصلا يعني الخطا ده يمشي ال بالطريقه الخطا فيقول لك رايت ذا رونج ووردز اكتب الكلمات الخطا and put the correct uh, words next to them وضع الكلمات الصحيحه uh, بالقرب منها يعني بهذا العمود حط الكلمات الخطا اللي اكتشفتهن وبهذا العمود حط الكلمات الصحيحه واحده مقابلة له حتى تعرف التصحيح مالتها طبعا هو والكات من الافعال ايضا الشاذة بس هذا النوع السهل اللي يبقى نفس شكله ما يتغير ابد هنا راح نكتب الرونج وورد وهنا الكوركت وورد نمبر 1 المول هو اصلا ساعدنا شي خطا يعني هي خطا لازم نصححها نكتب سكول هو هم حالنا نمبر 2 اكتشفنا السور اير الاذن التهبه خطا قلنا السور ثروت الحنجره البلعوم الملتهب نمبر 3 ا بروكن ارم الذراع المكسوره خطا قلنا التمبرتشر اللي هي حمى ارتفاع درجه الحراره الشوبينج نمبر 4 شوبينج التسوق خطا قلنا هوم يروحون للبيت يروح للبيت وبعدها ورك العمل قلنا خطا امه قالت له جو تو بيد روح للفراش نمبر 6 بيتزا البيتزا امه عسى تسوي له بيتزا لا خطا سوت له درينك شراب وقبل الأخيرة كارت جزر طتة لا هي طتة تابلت على مود الصداع من رأسه والأخيرة هو الكتاب حاليها البقر صار, صار أكبر لا خطأ هو صار باتر أفضل باتر التمرين السي يقول لك لسن لسن استمع and check وتفحص تأكد your answers من أجوبتك تأكد من أجوبتك يا تراك تستمع لها تسجيل هو 53 تسجيل رقم ثلاثة وخمسين اه بعدها راح نروح على الصفحة الأخرى اللي هي page 55 صفحة 55 راح نشوف هنا هالمرة قصة الولد كمان هسه قصة الجد والإنترنت مالته بال page 55 اللي هو lesson 4 آخر ليسن يقول لك exercise أي activity أي تمرين أي read and put the story in order read اقرأ و and و put ضع ذا uh, the story القصة in order بالترتيب يعني رتبها القصة متكونة من خمس مقاطع خمس باراجرافات uh, بس متقدم متأخرة عشوائيا صاير فانت لازم يعني ترتبها حتى ما تكون مخربطة منطوق القصة وبعدين هم تستمع للتسجيل ماي uh, grandpa's باز story about going online my grandpa's uh, story قصة جدي هاي اسم هاي اسم فبيناتهم استملك قصة جدي عن uh, الاتصال بالانترنت هذا الجد اللي هو منه هذا جد هبة وباسم شي يقول نمبر وان هو حل ياها الكتاب يقول لك I am Hiba's هو راح يسولف لنا عن نفس الرجال شي يقول الآي طبعا وياها ام يقول انا جد هبه استملك لان اسماء اثنين بين اسماء اثنين استملك هاي انا جد هبه بداية جملة وطبعا هو لازم الحرف الاول يكون كابتل كبير من الاسم العلم اسم هبه يعني هنا بالوسط جملة اسمها بدايتها لازم حرف كبير وهنا من صارت بدايه جمله همتين حرف الاول كبير لان هي اسم علم قال هبة أند هير brother باسم هبة واخوها باسم هبة واخوها باسم ايش بيهم؟ ار طبعا صاروا اسم جمع هسه هي تقول اسم مفرد واخوها باسم اسم مفرد بس بيناتهم اكو اند شوف كم كلمه هاي انحسبت هوايه اللي هي هبه وباسم صاروا اثنين فحطينا لهم ار جمع اسم جمع انحسبت اكو طلاب يتوهم يشوف اكو فارزة عبالة انتهت الجملة وبدأت جملة جديدة فيشوف باسم عبالة مفرد ويحط له از لا دير بالك هاي الفارزة بس على مدة يقول اسم اخوها ما مو فد يعني لا خلصت جملة ولا هاي بعدنا بنفس الجملة فقال هبة وباسم شبيهم ار تيتشنج هاي مضارع مستمر فالفعل نحط ار لو از لو ام والفعل نحط لا جي هنا حطينا ار لانه الفاعل مالتي اسم جمع متكون من اسم مفرد زائد اسم مفرد اكو اند بيناتهم فتيتشنج يعلموني تيتشنج مي يدرسوني هاو تو كيف ان جو الاتصال بالانترنت جو اون لاين هاو تو جو اون لاين كيفيه الاتصال بالانترنت نقطة يقول لك يسترداي البارحة ورا النقطة فيبدي في جملة يبدي حرف كبير يسترداي البارحة وي لوكت ات احنا نظرنا الى وتعلمنا شنو a website الموقع الالكتروني about coughs and colds الموقع كان بين معلومات عن شنو يا موضوع coughs السعال والزكام البرد النشلة والقحة And what you can do وماذا انت يمكنك ان تعمل to make yourself feel better لكي تجعل نفسك تشعر افضل يعني لكي تعالج نفسك شنو تقدر تسوي حتى تعالج نفسك؟ تعلمنا بهذا الويب سايت بالموقع. شلون بالموقع راح نجي نمبر 2 هياتها هاي نمبر 2 راح نكمل قراءتها يقول لك it is very interesting searching online يقول انها جدا ممتعة جدا ممتعة البحث بالانترنت الجد هذا حبها طريقة البحث بالانترنت لانه يقول تفيدك وتعطيك معلومات مفيدة وحلوة you must انت يجب بي طبعا ورا الماست ورا الشد الفعل المجرد هاي احنا بعد صارت ثابته عندنا هنا الماست يعطيك الزام ده يجبورك ده يقول لك ان انت يجب عليك you must be careful انت يجب عليك ان تكون حذر كيرفول حذر because بسبب uh, there are lots of websites بسبب يوجد الكثير من المواقع الالكترونيه فانت المفروض تكون حذر على مد... لا تروح موقع سيء اولا وثانيا لا تروح موقع يعطي معلومات خطا فلازم تروح الموقع المضبوط حتى يعطيك المعلومه الصحيحه لان انت مثلا تريد تاخذ وصفه طبيه تريد تاخذ هاي فحتى الشيء الصحيح مو تروح تتعلم اشياء خطا انه بدل ما تعالج نفسك انه بتمرض نفسك بالزايد فالبعدها يقول لك ورا الويب سايت نقطه بدايه الجمله يعني حرف كبير وكيد ان the address يقول احنا كتبنا الكي ان قلنا يكتب هذا من الافعال القياسيه انه نحط بس ايدي تحول الى ماضي الكي هنا نبات تصير اسم معناها مفتاح والكي كفعل معناها يكتب بس شو يكتب مو يكتب بخط ايده يكتب العنوان مال الانترنت يعني يكتب مال حاسبه ومو اي كتاب بس هذا العنوان الايميل الموقع الالكتروني تكتب ذا address العنوان الالكتروني الشيء اسمه الادرس يقول لك https colon forward slash forward slash www <applause> هذا الموقع شنو اسمه يقول لك اسم الموقع السعال والزكام البرد والزكام السعال والقحة والنشلة يقول لك here we هنا احنا كان اش لج لقينا we found here we found هنا نحن وجدنا الفاوند الماضي مع find F I N D بمكان ال O وال U اكو I we found uh, a website نحن وجدنا موقع with ideas مع أفكار from around the world. من حول العالم هسه هاي خلصناها اللي بعدها نمبر 3 راح تكون هاي ال 5 وال 3 وال 4 ال 3 راح نقراها يقول لك we logged in by pressing enter on the keyboard we logged احنا دخلنا ان دخلنا للموقع يعني ورا ما كتبنا اسم الموقع وردنا ندخل له فشلون دخلنا له وراه كتبنا اسمه باي بريسنج بالضغط على كلمة انتر الموجودة بالحاسبة بالكيبورد يعني وين موجودة الانتر هاي اذا تروح على الكيبورد مال حاسبتكم راح تلقى كلمة انتر والشكل مالتها الدقمة مختلف عن كل الدقم اللي هي موجودة وين اون ذا كيبورد على الكيبورد على لوحة المفاتيح يقول لك نقطة طبعا بداية جملة the ويب بيج الصفحة مال الموقع web page بها came up ظهرت ظهرت لنا على الشاشة on the screen ظهرت على الشاشة زين we navigated نحن تصفحنا وتنقلنا the يعني بداخل the web page the web page الصفحة مال الانترنت by scrolling up and down بالتمرير الى الاعلى والاسفل يقول احنا شلون دخلنا الموقع من الانترنت دسنا كلمة انتر اللي موجودة هي بالكيبورد هاي الانتر ففتحت لنا الصفحة وظهرت لنا على الشاشة وقمنا نتنقل ونتصفح الصفحة بالتمرير الاعلى والاسفل هاي السكرول اللي هي التمرير والانتقال الاعلى والاسفل نمبر فور يقول لك وي ريد ذا وي ريد ذا ادفايس اباوت كافز اند كولد نحن قرأنا we read الماضي مال ريد نفسه هذا من الأفعال الشاذة بس الحلوة يعني سهلة لأنه بالماضي والمضارع والتصريف الثالث يبقى نفس شكله بس طريقة اللفظ مالته تقوم تختلف ريد ريد read هيك read تصير قراءته بس كتابته ملاءة نفس الشيء ما ينحط له يبقى نفس شكله يقول نحن قرأنا النصيحة عن السعال والزكام وي هذا من الافعال القياسيه انه انت بس تحط له دي لان هو اصلا منتهي بإي وهذا من الافعال القياسيه بس الجي الضعف الحرف الاخير ضعف لان اكو قبله حرف عله ونحط اي وبعد هذا من الافعال القياسيه هو منتهي بإي فبس حطيت له دي هذا افعال الشاذه انه هو تغير انتو تنتبهون مو ابطال زين هسه نجي نكمل يقول لك وي نحن احببنا The idea الفكرة about tea uh, عن الشاي with ginger root مع uh, جذور الزنجبيل and lemon from China والليمون من الصين. إحنا حبينا الفكرة مع الشاي مع جذور الزنجبيل وال uh, ويا ليمون اللي هي من الفكرة من بلد الصين China هاي اسم بلد فتبى لازم حرف كابتل كبير. زين البعدها اخر شيء يقول لك جراما جده ايش بيها ميد تي سويت لنا هذا الشاي الشراب الشاي اللي هو شلون شاي مصنوع من شنو مصنوع من الجذور الزنجبيل والليمون وهو اصل صيني يقول لك سويت لنا هذا تي شلون وذ جذور الجنجر جذور الزنجبيل and lemon for us so هذا الشاي اللي هو ابو الجذور الزنجبيل والليمون لنا نحن for us لنا جميعا لنا يقول لك we thought احنا اعتقدنا وفكرنا واخذنا فكره حلوه يعني it tasted very nice احنا نعتقد او اعتقدنا هذا الماضي مال think فعل شاذ بان الطعم مالتها جدا جيد جدا جميل لذيذ when i have a cold لما انا راح يصير عندي برد i am going to make this tea الجد يقول انا من راح يصير من راح اتمرض ويصير عندي نشله يعني برد زكام ايش راح اسوي راح اقوم اسوي لي هذا الشاي والشربة اللي هو مال جذور الزنجبيل والليمون اخر شيء يقول لك اكسرسايز بي تراك 54 التزيين رقم 54 ايش بي يقول لك لسن استمع مره ثانيه ان check your answers واتاكد من اجوبتك اكتب تم في تعليق لطفا شارك الفيديو الفائده ضع جميع الفيديو لايك شير كومنت سبسكرايب لهنا انتهى الفيديو ان شاء الله استفاديتو نسال الله القبول نسالكم الدعاء تحياتي لكم شاركوا الفيديو لكي تعمل فائده ويستفيد الجميع مع السلامه